مرحبا بالجميع. سالي فترة ما طلعت عليكم من خلال مقاطع الفيديوهات. حاب اليوم صحح ووضح لكل شخص عم يتهم بشكل غير قانوني شركتنا بكذا اتهام باطل، مثل انه منتجاتنا غير مسجلة او غير آمنة. كبداية رح بلش احكي شوي عن تاريخ شركة Forever Living Products. شركة Forever Living Products اسست من اكثر من 40 سنة، وبتعمل الشركة بأكثر من 160 دولة حول العالم بنمو ونجاح متواصل. تتحدث منتجاتنا عن نفسها، فكنا وما زلنا أفضل الموزعين والمصنعين لنبتة الألوم أو الصبار. تنوع منتجاتنا هو السبب وراء هيدا النجاح، كرمال منغطي جميع احتياجات من ناحية العمر والأجناس. ومع ذلك بحب ضيف انه Forever Living Products بتعمل في الشرق الاوسط منذ عام 1999، مما يجعل وجودها في الشرق الاوسط منذ 20 سنة. بالاضافة الى الوجود المقر الرئيسي بقلب دبي وبالامارات العربية المتحدة، وايضا وجود فروع متعددة بالشرق الاوسط. حب اول شيء وجه كلمة لكل مين عم بيحاول يتهم شركتنا باتهامات خاطئة، مثل انه منتجاتنا غير مسجلة بوزارة الصحة بالشرق الاوسط. ولهيدا السبب رح اشرح عن كل بلد مع اثبات بالوثائق المسجلة. جميع مكملاتنا الغذائية مسجلة ببلدية دبي، و26 منتج من المكملات الغذائية مسجلة بوزارة الصحة بدبي. بيحتوي هيدا الرابط على جميع اسماء المنتجات المسجلة. بحب انه اشكر دولة الامارات العربية المتحدة ودبي على دعمها المستمر ولدراسة منتجاتنا وضمان ان منتجاتنا امنة للاستخدام. رح انتقل لدولة الكويت. عنا 36 مكملا غذائيا مسجل بوزارة الصحة. بالاضافة فيكن تراجعوا القائمة الموجودة بالرابط. حابين كمان نشكر وزارة الصحة في الكويت على دعمها وإيمانها بسلامة منتجاتنا. أما بالنسبة لمملكة البحرين، تم تسجيل 50 مكمل غذائي في وزارة الصحة بالمملكة البحرين، وذلك يؤكد أن منتجاتنا آمنة للاستخدام. بالتالي نشكر وزارة الصحة في مملكة البحرين على ذلك. طبعا نحن ما بنقبل الاتهامات الخاطئة عن شركتنا او منتجاتها. لهيدا السبب رح نرفع دعوة قضائية ضد اي شخص ما بيحترم شركتنا او ادارتها، وهيدا لانه ما ترك لنا مجال نتواصل بطريقة بناءة. بحب ضيف انه هنالك 8 منتج مسجل بهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والباقي قيد التسجيل، مما يجعل شركتنا متمسكة بقواعد المملكة العربية السعودية. ولذلك نحترم الوقت اللازم لكل وزارة بإعطائنا الموافقات اللازمة. بحب أختم أن شركة Forever Living Products ما بتتحمل مسؤولية أي بائع بميل إلى تشويه سمعة الشركة عن طريق بيع المنتجات الغير مصرح فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. بتقوم مراكز منتجاتنا حول الشرق الأوسط ببيع المنتجات المسجلة فقط، والتأكد من اتباع القوانين لكل بلد. بحب بلغ بشكل مباشر انه اي بائع بيقوم ببيع منتجات غير مسجلة عن عمد، انه رح نتخذ اجراءات جدية بهذا الموضوع، لانه شركتنا وعملكم عم يتأثر بهذا السلوك الغير أخلاقي. معاً إلى مستقبل أفضل. We are forever proud.